20 أسيراً أردنياً لدى الكيان الصهيوني، هذا ما قاله رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى سعود الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. تحدثوا عن الأسرى الأردنيين يعني اللي في سجون الاحتلال، وعددهم حوالي 20 سجين، وبعضهم يعني بيقول انه لم يعني نزور ابنائنا منذ تم اعتقاله من 10 او 15 او 20 سنه. انا يعني حقيقه يعني ما كان عندي وثيقه اللي بس انا قبل حوالي 3 سنين او 4 سنين كنا بزياره لرام الله، وكان في وزير خارجيه السابق زميل يعني اخونا ناصر جودي، وتم الاحتجاج من قبلنا، وتم عدم مرافقة مدير المكتب التمثيلي في رام الله اللي هو أحمد دريس، واحتجينا، وبنفس اليوم تم يعني إرسال رسالة إنه سمحت سلطات الاحتلال لذوي الأسرى بزيارة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال. إحنا اليوم ما بنفرق بين السجين الفلسطيني والسجين الأردني، يعني كلاهما سجين عند هذا الكيان. وايضا نقول ان يعني هناك يعني على الاقل في يعني ظروف انسانيه يعني حقيقه اسرائيل ما بتراعيها، وايضا حقوق الانسان اللي بينادوا فيها كل منظمات حقوق الانسان للاسف ايضا ما بيراعوها. الصفدي اكد خلال اجتماعه مع اللجنه على ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه بكافه تفاصيلها، متطرقا بذلك الى موقف الاردن من ازمه الأونروا وملف الاسرى. الخطر الذي واجهته الأونروا بداية العام بعدم توفر المخصصات المالية كان خطرا حقيقيا، وجهنا جلالة الملك إليه بشكل مبكر، ووجهنا مرة أخرى إلى القيام بكل ما نستطيع من أجل التصدي له، والحمد لله بالتعاون مع الأصدقاء والأشقاء ومع الوكالة وإدارتها استطعنا أن نخفض العجز من ما يزيد عن 440 مليون دولار في بداية العام إلى حوالي 22 مليون دولار الآن، وبالتالي هذا كان إنجاز نعتز بأنه تم تحقيقه. نحن في وزارة الخارجية نقدم كل ما نستطيع من دعم وإسناد، كما أبلغني الزملاء بأن هنالك طلب من عائلة لمساعدتها في زيارة ابنها، ونحن نقوم بهذا الجهد بكل ما نستطيع. وأؤكد مرة أخرى أننا فيما يتعلق بهذا الجانب وزارة الخارجية مستعدة للقيام بكل ما تستطيعه لتوفير الدعم. السفارة الأردنية في تل أبيب تقوم بدورها أيضا، تقوم بإعداد الزيارات وتلبية كل ما نستطيع من احتياجات. نحن كل المواطنين الأردنيين أينما كانوا خدمتهم هو واجبنا، وهنالك الكثير من الأردنيين الذين تتواصل معهم سفاراتنا بشكل عام وبشكل مطلق. فهذا الموضوع سيدي موضوع على أجندتنا، ونقوم بكل ما نستطيع من أجل تقديم الدعم والإسناد. والآن هنالك طلب من عائلة، وصلنا هذا الطلب. عائلة برغوثي؟ ما عنديش اسم العائلة تحديدا، لكن هنالك جاءنا طلب من عائلة لتأتي بزيارة، وتأكد بأن كل كوادر وزارة الخارجية ستعمل من أجل تحقيق هذا الطلب. وطالب رئيس اللجنة النائب يحيى سعود من الوزير الصفدي بتزويد اللجنة بكافة التفاصيل المتعلقة بالأسرى. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أفردت الحقيقة الدولية تغطية خاصة لقضايا الأسرى الأردنيين في سجون العدو والانتهاكات التي يتعرضون لها. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.